من ألمانيا إلى كربلاء، مسيرة الأربعين ويوم الأربعين. كنوا معي في هذه الرحلة من ألمانيا إلى الموصل إلى النجف إلى كربلاء إلى حضرة الإمام الحسين وأخي العباس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي للجميع. بعد وصولي للعراق قادما من ألمانيا عبر تركيا وبالتحديد مدينة الموصل أم الربيعين، وبعد مغادرة الموصل متوجها إلى بغداد العاصمة الحبيبة، نشاهد هذا الصرح الكبير لمبنى البنك المركزي العراقي المصمم من قبل المهندسة المعمارية زها حديد، أيقونة عراقية خالصة تركت تصاميم ومعالم رائعة وجميلة في جميع أنحاء العالم، من تصاميم المباني العملاقة من مطارات وفنادق ومراكز تجارية. وبعدها توجهت إلى مدينة النجف الأشرف، حيث ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، قاصدا التشرف بزيارة مرقده والدعاء عنده وتحت قبته الشريفة. والأجواء ما شاء الله شاهدوها والزوار من جميع أقطاب الأرض والبلدان، كل يطلب ويسأل الله بولي الله الإمام علي ما يحتاجه من أمور الدنيا والآخرة. والمرقد الشريف من الذهب الخالص ومرصع بالأحجار الكريمة والمجوهرات النفيسة، مهداة للضريح من ملوك وسلاطين وأمراء البلاد، وفيها ثريات كبيرة مصنوعة من الكريستال، والضريح ذو قبة ذهبية خالصة مع مئذنتين غاية في الجمال. ويتميز ضريح ومقام الإمام علي بساعة كبيرة مذهبة ورائعة لا يوجد لها مثيل إلا في ثلاث مدن في العالم، وهي ساعة بيك بن في لندن و في مدينة مشهد بإيران، حيث ضريح الإمام علي بن موسى من حرم أمير المؤمنين عليه السلام، حرم الإمام علي بن طالب أبو الحسن. دعيت للجميع وسألت زيارة الجميع. في بداية إشراقة اليوم التالي أبدأ في مشيات الأربعين من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة في طريق الجنة الذي يبلغ 80 كيلومتر، ويبدأ المسير من جميع مدن العراق والمحافظات من البحر جنوبا ومن دول الخليج العربي، الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان، وأيضا من الإمارات، ومن الشمال من تركيا وأذربيجان، ومن الشرق إيران ودول آسيا جميعا حتى الهند، ومن الغرب الأردن داخل القوس، سوريا ولبنان وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. يمشون سيرا على الأقدام متوجهين إلى سيد شباب أهل الجنة، تاركين المال والعيال صغارا وكبارا، نساء ورجالا، وأيضا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور أكثر من 20 مليون زائر حسب آخر الإحصائيات، في منظر رهيب وغريب وعجيب، زحف مليوني إلى الحسين. ونشاهد هنا كرم الشعب العراقي الأصيل. أنا ما أريد أتكلم عن الكرم العراقي لأن أنا عراقي حتى لا أميل، لكن صدقوني شيء غريب وعجيب فاق كل التصورات، يبذلون في خدمة الحسين وخدمة آل النبي الأكرم من أماكن وسكن ومساجد وحسينيات ومنازل ومواكب، ويقدمون مختلف الأطعمة والأشربة مجانا بدون أي مقابل إضافة إلى المقر. وراح نشاهد مناظر المشاي وأطفال يقدمون المساعدة والمخدمة للزوار والأطفال، ماخذين راحتهم مع الأهل، مثل هذا الطفل كيف مستلقي على عربة يجرها الأب، منظر من الحنان من الأب والأم. وأيضا خدمة الحسين يقومون برش الماء في هذا الطقس الحار جدا، والأطفال يخدمون بفرح ومرح مع بعض الأوقات، وشاهد الأشخاص يقومون لدقائق حتى الزوار يتناولون منهم الأطعمة والأشربة. وهنا وقفت شرب القهوة من هذا السيد الطيب، وهنا بعض الأشخاص فاقدين البصر متنورين بالبصيرة، وهذه العائلة وغيرهم كثير يؤدون التحية للإمام العباس قائد جيش الإمام الحسين عليه السلام في معركة الطف الفجيعة. وتحتاج المسافة من النجف إلى كربلاء سيرا على الأقدام مدة 3 أيام تقريبا، بمعدل 25 كيلومتر في اليوم الواحد. هناك من يسير مسافة أكثر مثلا من طريق البصرة، تقدر المسافة ب 550 كيلو إلى 600 كيلو مرورا بمحافظات العراق الجنوبية. وعلى سبيل المثال لم أشاهد في هذه المسيرات الأربعينية السابقة أي حادثة اعتداء أو ضرب بين الزائرين أبدا، لم يحصل هذا الشيء، بل بينهما مودة ومحبة وتآخي جدا عالي، واحد يساعد الثاني، واحد يقدم الخدمة للثاني، يعني هم الزائرين نفسهم أيضا يقدمون الخدمة فيما بينهم. هناك مراكز صحية ومستشفيات وخدمات تدليك للزائرين ومراقبتهم وتقديم بعض الأدوية المسكنة للآلام من مراهم أو ربطات للتشنج. وبعدها تقام الصلاة كصلاة المغرب هذه جماعة وقراءة القرآن وبعض المكاتب لتصحيح القراءة والترتيل من قبل شيوخ وأساتذة مختصين.
بعد الصلاة والدعاء وتناول العشاء جلسنا في هذه الخيمة العربية وشربنا القهوة المرة المعمولة بشكل جيد ولذيذة جدا، وشاهدنا أيضا إقامة الأناشيد الحماسية باللغات العربية والفارسية والتركية. وأثناء المسير شاهدت الكثير من المواكب الأجنبية والعربية، منها هذا الموكب التركي وبأعداد كبيرة جدا ورافعين راية الحسين عالية وعلم تركيا أيضا. هذا الشخص أصر أو هذا الحاج أصر أن أتصور معه وأتكلم معه، فسألني بالبداية عن من أي مدينة أنا من تركيا، كان يتوقع أن أنا تركي، لكن عندما تكلمت وقلت له أنا من الموصل من العراق فرحة جدا أن أنا تكلمت معه بالتركية. وبعد ذلك جاء موكب جمهورية لبنان، اللبنانيين عشاق الحسين، يعني محبة الحسين عند اللبنانية عالية جدا. نشاهدهم وكيف الموكب مالتهم وكيف هذه العربة المملوءة بالبطاريات والسماعات الكبيرة لإلقاء الأناشيد واللطميات الحسينية دعما للزائرين، وأيضا حماس للزائرين حتى يكونون في همة عالية من النشاط. طبعا بعد ذلك استراحنا الليلة الثانية في بساتين منطقة طويريتش في كربلاء عند أحد الأصدقاء الله يديم عليهم العز والبركة. نشاهد بعض الزائرين يمشون في البساتين قاصدين كربلاء من طرق شتى، من بين البساتين يذهبون والقادمين أيضا من بعد الخدمة من المواكب الأولى أيضا يرجعون إلى بيوتهم ويأتون إلى الزيارة عن طريق بعض الطرق الفرعية إلى وصولا إلى الشارع الرئيسي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد مسيرة يومين ونصف وصلنا كربلاء في يوم 40. الله يوفقنا للزيارة، نسأل الدعاء للجميع إن شاء الله كل التوفيق. ما شاء الله القوات الأمنية مستنفرة، جهودهم مشكور عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا كربلاء في يوم 40 وما شاء الله الملايين من الزوار موجودين في هذا المكان، أدوا مراسيم الزيارة، وإن شاء الله سوف أدي مراسيم الزيارة نيابة عن جميع أصدقائي وأهلي وأصدقائي والمتابعين. ألتقيكم في الداخل إن شاء الله. هاي ليش جاي يدخلون؟ هذا المشكلة.